والمتطوعون او متطوعين بيديروا عمل احترافي هي دي النتيجه. طيب ما انا خلينا اختلف معاك طبعا، مش الهواة والمتطوعين، لا 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 لا، دول طول ما اصحاب المصالح يعني هم دول. لا هو بيسمي نفسه هاوي هو يسمي متطوع، لكن احنا نحط نسمي الامور متطوع. طيب خلينا سريعا نروح نستقبل على الهاتف مداخله مهمه جدا من احد الاشخاص اللي اكيد عندهم درايه باللوائح والقوانين بشكل كبير، وهو المستشار محمد صلاح توفيق رئيس المحكمه الاقتصاديه. يا سياده المستشار مساء الخير عليك. استاذ عمر ازيك، عامل ايه، اخبارك ايه؟ امير هشام وعمر ربيع مع حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام. يعني احنا كنا بنتكلم وبنتناول القضيه المثار على الساحه حاليا وبعض التغييرات في اللوائح والقوانين من قبل اتحاد الكره والتعديلات اللي بتجرى في طبعا جدول مباريات الدوري والكاس، هذا الجدل الحادث على ارض الواقع طبعا بالنسبه للساحه الرياضيه المصريه والكرويه بالتحديد. رؤيه حضرتك وجهه نظرك ايه؟ لا بص، هو انا طبعا يعني بعيدا عن الكتب السائر دلوقتي ما بين تحديدا النادي الاهلي يعني اتحاد الكوره، النهارده اتحاد الكوره حط جدول، اول جدول اتحط من اتحاد الكوره لحد اتحاد بلاد المنتخبات لحد الاسبوع 16 اتحدد فيه كل المباريات لكل الانديه بالملاعب المحافظه عليها، تمام، واتحط بند في اخر الجدول دوت مخصوصه يعني ان المباريات اللي هيتم تاجيلها هي المباريات الخاصه بالنادي الاهلي والنادي المصري لمشاركتهم الافريقيه فقط. البند دوت بمفهوم المخالفه بقى ان انا النهارده ما ينفعش اعدل او اجل اي فرقه بخلاف الفرقتين. وده اللي لجنه المسابقات حطته اوريدي في الجدول اللي اتحط منها. فانا النهارده ايه اللي طرأ جديد ان انا ابدل مباراه مكان مباراه او ان انا اعدل ان انا اجل ماتش لبيراميدز مع النادي الاهلي تاريخ 28. ايه الداعي؟ مفيش اي حاجه طرقت جديده، بيراميدز ما بيشتركش في افريقيا ولا في البطوله العربيه، كل حاجه هو الدوري المحلي وكاس، فمفيش حاجه طرقت ان انا بالتالي ان انا اعدل اقامه الماتش ده، سواء ان انا اجله كطلب لبيراميدز ولا ان انا اعدله واخليه ماتش كاس ولا ماتش دوري. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا النهارده المشكله عندنا ان الخلاف في الدائره دلوقتي الاهلي واتحاد الكوره، ايه هي الجهه الفيصل ما بين الاثنين دول؟ احنا النهارده اللجنه الاولمبيه او هنقول بقى قانون الرياضه الجديد 71 لسنه 71 سنه 2017 الماده 46 والماده 47. الماده 46 دي اسفقت مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري. الماده 47 حددت مهام المركز دوت. مهام المركز دوت هو الفصل ما بين يعني من ضمن مهامه الفصل ما بين الخلافات الدائره ما بين الانديه وبين كافه الاتحادات. انا النهارده عندي مشكله كبيره ما بين الاتحاد وما بين النادي الاهلي، وانا شايف ان المشكله في طريق مسدود لحد دلوقتي ومفيش طريقه امل لحلها. لازم النهارده اللجنه ديت تتولى مهامها، وان اللجنه دي الموضوع ده يتعرض عليها وهي اللي تحط لنا الحل. هل نشوف النهارده هل النادي الاهلي بحق في طلبه ولا اتحاد الكوره بحق في طلبه بس؟ يعني اعتقد ان كلام يعني موزون وكلام يعني موفق جدا. هل عند حضراتكم اي استفسار او اي سؤال خاص باللوائح والقوانين الخاصه بقرارات مجلس النادي الاهلي ضد اتحاد كره القدم في مجلسه اليوم؟ لا، هو طبعا البعض يفسر القرار بانه هو الاهلي مصر على موقفه. معنى طيب ما الحق